مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، المتتبعين الكرام، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. أسعد الله مساء الجميع المتتبعين الكرام داخل الوطن وخارج الوطن. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. كيف ما شفنا كان هناك واحد العزيمة يوسف ولد أم يوسف الفاسية اللي كانت دارتها يسرى لعمها بمناسبة الخروج ديالو من السجن. فهنا كاين تساؤلات، كاين غياب بعض الأشخاص. كنتمنى نشوف الآراء ديالكم في خانة التعليقات ونشوف لايكات ديالكم. فالجميع يتساءل، هل هناك خلاف ما بين يسرى وعمها عبدو وزوجته، أم ماذا هناك خلف الكواليس؟ اللي بغى يعرف ما خلف الكواليس يفوت يخبط لايك. الإخوان الأخوات، احنا كيف ما شفنا احنا كنعرفوا بأن هناك خلاف زوجة عبدو مع أم يوسف الفاسية، فهذا شيء طبيعي أنه ما تحضرش العرادة. يمكن كان هناك اجتماع يوم الخروج دياله، لكن كنظن من الأحسن في هذه الفترة هذه اللي كترت فيها المشاكل ووقعت التفرقة بينهم، كل واحد يشد قارب. يسرى هنا كتبين بأنه كان المفروض تجمع كل شيء، وحتى خوتها اللي من فاطمة الزهراء وخوتها الصغار كان مفروض تجيبهم يشوفوا عمهم، لكن يسرى كتغتنم الفرصة دائما، كتحاول تستغل أي وضع باش كتحاول تبين لنا وتوثق لنا بأنها واحد الإنسانة هي أحسن من الجميع. في غضون هاد العزيمة هذه اللي هي كانت عند يسرى، كان لبنى كتحضر واحد المفاجأة الأخ الزوج ديالها مولاة الحكمة اللي دائما كتبقى إنسانة حكيمة وكتطبق بزاف ديال الحوايج اللي هما فعلا كيكونوا لصالح الاشخاص الثانيه، الاطراف الثانيه. فهنا كتبين لنا على الاصول ديالها فعلا هاد الانسانه هذه، وانها كتفادى المشاكل العائليه. برافو على لبنى، من هنا كنقول لها احسنتي، وكان هذا هو الصواب. لبنى كان الاختيار ديالها في عوض انها تدير عراضه ويكون هناك تبذير في المأكولات، فهاد الإنسان خارج من السجن فضلات أنها تعطيه واحد المبلغ مالي باش يقدر يساعد نفسه، فكنظن بأن كان هذا هو الصواب. فأما باقي الأطراف كنتمنى أن ربي يصلح الأحوال ويجمع هاد العائلة هذه، ونبغي نشوف شكون معايا في الرأي وشكون اللي فعلا كيتمنى هاد العائلة هذه يتم الصلح بينهم كاملين ويصلح أحوالهم. وشكرا لكم الإخوان، ومساءكم سعيد، أمسية سعيدة للجميع، والسلام عليكم.